بيك معنا في موقع بصراحة. يشرفني. مع انطلاق الجلسات النقاشية والحوار الوطني، خاصة النهاردة بنبدأ بالمحور السياسي، شفنا جلسة ساخنة جدا ونقاشات ساخنة جدا، ولكن مشهد يليق بمصر فعلا. اختلاف في الرأي ولكن اختلاف محترم، عرض كبير لكافة الرؤى والاختلافات في منظور سياسي وحوار محترم. رأي حضرتك في ايه؟ انا اتشرفت النهارده بحضور لجنه حقوق الانسان، وكنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هو القضاء على اشكال التمييز. شفت مختلف القوى السياسيه متواجده من اقصى اليمين لاقصى اليسار، شفت تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شفت مجتمع مدني، شفت يعني المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، المجلس القومي لحقوق الانسان، مقدمي المقترحات على الموقع الرسمي للحوار الوطني، كل فئات المجتمع ممثله، كل واحد طلع توصيات مهمه جدا وكلها توصيات قابله للتنفيذ. سمعت اكتر حاجه فعلا يعني من الحاجات اللي عجبتني جدا هو يعني ايه اساسا تمييز، مفهومه ايه، معناه ايه. فده لازم كانت الساده مقدمي المقترحات بيطالبوا بيه، ان ده يتم تدريسه داخل المدارس وداخل الجامعات، وتبقى ماده مش ان انا اخد فيها الدرجه نهائيه وخلاص، لا دي تبقى ماده عمليه، وتكون الاساتذه اللي موجودين داخل المدارس وداخل الجامعات شايفين تطبيق وعلى ارض الواقع عامل ازاي. شفت كمان خروج الموضوع لجهتين، جهه تشريعيه وجهه تنفيذيه. جهة تشريعية ممثلة في إنشاء المفوضية عشان نقضي على عملية التمييز، أكتر من مقدم طلب تحدث عن مشروع القانون، وتقدم للسيدة مقررة اللجنة إن إزاي يقدر مشروع القانون ده يخدم خلال الفترة الجاية. بالفعل عندنا زميلتنا النائبة في البرلمان تقدمت بمشروع قانون، لكن مشروع قانون نقدر نعدل ونقدر نضيف فيه، وده اللي هيحصل خلال الفترة الجاية. برضو هيبقى في توجيه للسلطة التنفيذية ممثلة في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن يبقى ليه صلاحيات أكتر من اللي موجودة دلوقتي، ويتم الانتخاب مجلس الأمناء للأشخاص ذوي الإعاقة. عشان أول سؤال اتسأل، إحنا عندنا كام شخص ذوي إعاقة؟ إزاي بيبقى في عملية التمييز ما بينهم؟ إزاي إن إحنا نطبق قانون رقم 10 سنة 2018 المواد بتاعته؟ وكانوا بيطالبوا بقياس الأثر التشريعي للقوانين اللي فعلا بتقول ان احنا نقضي على عملية التمييز. هتشرف دلوقتي ان انا احضر جلسة مهمة جدا هي بتتكلم عن شكل الانتخابات في مصر في الفترة القادمة هيبقى عامل ازاي، هل هيبقى قائمة مطلقة، قائمة نسبية. هسمع اكتر من رأي واتكلم مع حضراتكم باللي انا سمعته، وكل دي جلسات فعلا مثمرة هتأدي ان فعلا هتفيد المواطن، ان ادي المواطنين هم اللي بيتحدثوا، ادي السلطة التنفيذية بتتحدث، السلطة التشريعية بتتحدث، النقابات بتتحدث، في الاخر هنطلع بتوصية نرفعها لفخامة الرئيس عشان يتم تطبيقها على ارض الواقع. عدم التمييز هو بداية لترسيخ بين المواطنين. اتكلمت عن نقطة مهمة، فكرة ان المواطن مش عارف يعني تمييز اصلا. طبعا. ان في تنمر بس احنا مش عارفين نمسكه، نقول ان ده تنمر، ده تمييز ما بين طفل وطفل بيحصل. طبعا. ازاي نوعي الناس لده؟ التوعية كانوا بيتحدثوا جوه عليها ان هي موضوع مش مجتمع مدني ينزل يعمل توعية داخل المدارس والجامعات. موضوع مادة تدرس داخل المدرسة وداخل الجامعة عشان نقدر نقول ان احنا فعلا عندنا شباب مثقف وشباب واعي، عارف يعني ايه تمييز، عارف يعني ايه تنمر، وايه الفرق ما بينهم. كل الحاجات دي احنا محتاجين نناقشها داخل المدارس والجامعات، عشان ده البيت الرئيسي اللي بنخرج منه شباب واعي وشباب مثقف. مع ده بجانب بقى ده دور المجتمع المدني، انشطة طلابية، ده يعني زي ما بيقولوا حضرتك يساند ويساهم المدارس والجامعات في الاساس، مع كمان دور الاعلام، مع كمان مش اعلام فقط غير ده، احنا عندنا دور في غايه الاهميه ان احنا نبقى عندنا داتابيز، قاعده بيانات تقول مين اللي حصل له مشاكل خلال الفتره اللي فاتت، الحاجات دي حصلت بناء على ايه. كانت طلبات كتير كانوا بيطالبوا ان اساسا ما تعمليش تمييز في رخصه القياده، دول العالم كله ما فيش فيها ان انت تكتب الوظيفه، ليه تكتب لي ان انت وظيفه. كل دي افكار محترمة كلها قابلة للتنفيذ، بيتم مناقشتها ويتم رفعها للقيادة السياسية عشان ناخد فيها قرارات حاسمة. شكرا جدا، منورنا في المقابلة. شكرا.